لسه عندنا اخبار كتير ولسه عندنا تفاصيل كتير، وبرضو عندي حوار عبر سكايب مع كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاسبق، وحاليا هو مدرب حراس مرمى فريق لوس انجلس الامريكي. فخلونا نرحب بكابتن زكي عبد الفتاح. كابتن زكي اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل، وسعداء بوجود حضرتك معانا. مساء الفل ابو خليل، ده انا طبعا اللي هي شرف معاك دايما يا ابو خليل. انا زي ما قلت لك انت ليون ماسي الاعلام العربي. الله يعزك. انا بجد، وهنا هتحوت كريستيانو رونالدو، المنافسه ما بين اثنين انا بحبها الله. وان شاء الله انتم مستقبل الاعلام لكم اجندات ولا الكلام ده، وانا بفرح لما بشوفكم دايما والله ومتابعكم على طول. ربي يبارك لي في عمرك يا رب، ما تحرمش منك يا رب يا كابتن زكي. طيب خليني اسال حضرتك. انا ما بعرفش اجامل ابو خليل. انا ما بعرفش اجامل. انا عارف ما بعرفش اجامل. انا عارف. فدي حقيقه يعني، دي حقيقه. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ما تحرمش من حضرتك. وخليني اسالك، الاوضاع عامله ازاي في امريكا؟ كره القدم، الدوري الامريكي، فيروس كورونا، يعني الاحداث ديت كلها مع بعضها عامله ازاي ومؤثره ازاي على الدوري؟ الحمد لله الامور ماشيه، الدوري ماشي. ما فيش الا الاسبوع اللي فات ده، انا لحد ما الدوري بدا لحد دلوقتي انا اكتر من 100 مسحه، كل يوم بعد يوم مسحه لجميع الفرق والمدربين ولكل اللي لهم اختلاط بالانديه. الاسبوع اللي فات كان فيه شويه، في اثنين من كولورادو كان عندهم ماتش كولورادو اتلغى عشان في اثنين لعيبه، كان في واحد من ميناسوتا ماتش اتلغى برضو، اورلاندو واحد. فالماتش لما يكون فيه حاجه دي بيتلغى الماتش على طول. بس لسه لاعبين امبارح مع سيالو والحمد لله كسبنا 3-1. الماتشات اللي بيبقى فيه مشكله دي بتتاجل وبتتلعب بعد كده، وان شاء الله النهائي يوم 13 ديسمبر. لما بيبقى فيه كام حاله ان شاء الله؟ لو حاله واحده، ان شاء الله لو حاله واحده بتتاجل. لو حاله واحده، لان اننا انت عارف الميكروب ده بينتشر على طول. صحيح. فلو حاله او اتنين بيتاجل على طول يعني. فاحنا عندنا متاجل لنا كولورادو، وكولورادو حتى كان هيلعبوا جالاتش اتاجل له، وامبارح اورلاندو ومنصوره اتاجلوا. متابع الدوري المصري كابتن زكي ولا مش متابع؟ متابع لسه متفرج، مخلص ماتش الزمالك على طول، متابع كل حاجه. وبارك للبنك الاهلي الف مبروك، وان شاء الله المحله باذن الله بكره ان شاء الله بامر الله ان شاء الله تطلع. ونفسي الثلاث انديه اللي تطلع دي اتحاد الكوره يشوف لهم طريقه، لازم اول ما يطلعوا لازم يديهم اعانات كبيره اذا كانوا عايزين يدوروا على مستوى ودوري كويس. انا مش عايز فرقه تطلع سنه سنتين وتنزل تاني وتبقى الفرقه المحصوره بالنزول، اللي هي الثلاث اربع فرق اللي ما عندهمش امكانيات. ممكن اتحاد الكوره الثلاثه اللي بتطلع بيديهم اعانه، وبنشوف كده في الدوري الانجليزي في جميع الدوريات. يعني هنا الفرق اللي بتطلع من هنا ما فيش نزول وطلوع، الفرق اللي بتخلص الاثنين الاخرانيين هم بيبقى لهم الاولويه ان يجيبوا احسن لعيبه وبيدوهم فلوس اكتر على اساس بيقوي المستوى. فعشان كده هنا في امريكا ما تعرفش مين يكسب مين، اي حد يكسب اي حد. صحيح. فاقتراح الاتحاد الكره ان ممكن الفرقه اللي هتطلع الممتازه المكافاه بتاعتها بتبقى 10 مليون مثلا جنيه، يعملوا يقدروا يجيبوا 3-4 لعيبه كويسين، فالفرقه تقوى وتبدا المنافسه كويسه وكله صالح المنتخب. ده نفسي تحصل دي في مصر. صحيح. طب خليني اسال حضرتك بقى، مستر باب برادلي المدير الفني في فريق لوس انجلوس الامريكي، هل جات له اي عروض من مصر خلال الفتره اللي فاتت؟ الاهلي كان بيبحث عن مدير فني، الزمالك كان بيبحث عن مدير فني، هل في اي حد اتكلم معاه ولا ما حصلش؟ لا لا لا، ما فيش اي حد. هو الراجل، انت عارف الراجل اللي عنده المشروع بتاعنا ده. الحمد لله احنا عندنا دلوقتي اربع لعيبه، اثنين من اوروجواي واثنين من اكوادور، اثنين عندهم 22 سنه دلوقتي بيلعبوا، يعني بيلعبوا في منتخب في تصفيات كاس العالم، واحنا بنلعب من غيرهم، يعني احنا بنلعب ناقصين اربعه والدوري ما توقفش ولا الكلام ده. في استثمار، الاربعه الحمد لله جاي لهم عروض في اوروبا، عروض كويسه جدا جدا. فالراجل مؤمن بالمشروع ده، وهو لما بيكون معاه، انت فاهم، مكاننا في مصر جاله ايرلندا، منتخب ايرلندا، جاله منتخب كندا، جال استون فيلا، وكانت الامور صعبه جدا جدا. الراجل ما رضاش، الراجل يقول لك محترم بعقدي، ما اخر لحد اخر يوم في عقدي، فما فيش حد خالص يعني. كابتن ضياء السيد كان ضيفي في حلقه من الحلقات قريب جدا، والكلام جنب بعضه، وقال شفته. طيب، وقال لاول مره تصريح شفته على شفته، وبلغت برادلي على طول. بلغت برادلي على طول.
على طول كان قلت له كان في كان في مؤامره ديه برداشي، قلت له على طول. قال لي الراجل، قال لي هو ديه ده، ده ابو الرجوله، ده ابو الرجوله يعني. ربنا انا ديه ده يعني بصراحه ربنا مش عارف في مصر بيفكروا ازاي بصراحه، الناس اللي ماسكين في مصر ان يكون عندهم واحد امكانيات ديه السيد ولحد دلوقتي ما بيشتغلش. انا كنت اتمنى لما برادلي مشى كان ديه هو اللي يكمل لو احنا عندنا رؤيه قدام، بس للاسف الشديد الرؤيه في المسكين في مصر مش ما بيبصوش لبعيد. طيب انا اتمنى ان ديه، لان ديه امكانياته عاليه جدا جدا ومدرب هايل هايل 10 على 10. صحيح. طيب خليني يا ريته اسال، يا ريته هنا في امريكا، والله يا ريته امريكا، كان زمان مكسر الدنيا. طيب خليني اسال حضرتك بقى، كنت بسالك على متابعتك للدوري، قلت لي لسه شايف كل المباريات وتمنيت انه غزل المحله كمان يصعد. خليني اسالك مباشره بقى من الدوري لدوري ابطال افريقيا، فرص الاهلي والزمالك عامله ازاي قدام الوداد وقدام الرجاء؟ بص يعني الاربعه مستويين، ما تقدرش تقول لحد، يبقى التوفيق هو التوفيق اللي هيكون اللي تعرف بيبقى ظروف ماتش، كله ماتش وله ظروف وهيبقى ظروف ماتش. بس انا اتوقع، انا اللي اتفرجت على الاربع فرق، انا متوقع ان النادي الاهلي بيلعب الفرقه الوحيده يعني الثلاثه تانيين عندهم انديفيدوال لعيبه، لعيبه كويسه. الزمالك عنده لعيبه كويسه جدا، اللعيبه لعبة المهارات فردية، الفرديه كويسه، مهارات فردية عالية. بس فرديا انديفيدوال كويسين. بس النادي الاهلي اللي انا شايفه في الماتشين ثلاثه الاخرين كمان حتى وايام بايرن، ان هو جماعيا الاهلي احسن فرقه في الاربعه جماعيا، جماعية. فكل ده بيتحط طبعا ظروف الماتش، واللي هيقدر يتحمل الضغط العصبي هو اللي هيكون له فرصته اكبر. بس 25% لكل فريق، موسيماني واختياره بتشوفه يعني ازاي من وجهة 25% نظرك؟ اختيار موسيماني لقيادة النادي قول الاهلي، تانية. اختيار موسيماني لا لقيادة النادي طبعا الاهلي. طبعا، بص تجربه كويسه جدا، ومش عايزين نبقى عندنا عنصريه يا جماعه. احنا المدرب كويس في اي حته وفي اي مكان، وفي اي حته في اي مكان انا شايفه ماشي كويس جدا، شايف ان هو بصمته واضحه بسرعه على النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه تقول لك ان اللعيبه في التمرين مقتنعين بيه، ودي حاجه كويسه جدا. شايف خبراته هتبقى تجربه كويسه، تجربه كويسه جدا جدا. انا شايف ان هو يعني ويقدر يتحمل الضغوط، انا شايف انه يقدر يتحمل. المشكله كانت في فايلر قد ما هو مدرب كويس، بس فايلر قبل الكورونا كانت الامور ماشيه في صالح النادي الاهلي، مكسب مكسب مكسب، ما كانش بيبان المشاكل. لما رجع بعد الكورونا وبدا الاهلي يتعادل يخسر اداء مش كويس، الراجل ما تحملش الضغوط. سيبك من ان هو الاهلي والكلام، هو الضغوط صعب عليه، ان كل ماتش بيتحسب، كل كره بتتحسب، الناس واقفه له على كل حاجه. فالمدرب اللي يقدر يتحمل ده والفرقه اللي تقدر تتحمل دي هي الفرقه اللي بتوصل وهي كويس، فهو ما قدرش يتحمل الضغوط دي. انا اعتقد ده رايي الشخصي كمدرب. موسيماني شايف ان هو اتحمل ضغوط ويقدر وذكي جدا، فربنا يكرمه ان شاء الله، ربنا يوفقه. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك بقى برضو، قلت لي انه لعيبه الزمالك لعيبه عندها اداء يعني مهاري كويس، وبالتالي رايك ايه برضو في اختيار باتشيكو لقياده نادي الزمالك في الوقت ده؟ اختار باتشيكو. لا بص ده ايه، اختار كويس، مش مدرب باتشيكو مدرب كويس وقبل كده ومسك الزمالك ومشي كويس. هي المشكله الرواسب الداخليه، لانه مشى بطريقه مش كويسه، مهما كان انت علاقتك كويسه وكل حاجه، بس مشى بطريقه مش كويسه، مشى هربان، مشى زمد، ومشى بمشاكل ما بين الاداره وهو، دي رواسب كلها. فاي مش اول مشكله هتقع واول حاجه هتبان الرواسب دي، فانا ربنا يستر في الموضوع ده، ويا رب اشوف الاهلي والزمالك في النهائي. يعني انا مش ان شاء الله باذن الله يا رب نشوفهم في اشوفه في النهائي النهائي، اهم حاجه ان شاء ان الله. شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك بقى، وبالنسبه عمر، اخر التطورات، عمرني يا ابراهيم، الامر لله وحده، اخر التطورات المتعلقه بعمر جابر بشان الرسوم بتاعت المساهمه التضامنيه في عقد انتقال اللاعب من نادي بازل لنادي لوس انجلوس الامريكي، واللي نادي الزمالك اخذ فيها حكم، هل النادي بعت الفلوس، نادي لوس انجلوس الامريكي بعت الفلوس ولا لسه؟ لان عارف انه ده النادي اللي حضرتك موجود ابراهيم فيه دلوقتي. ابراهيم، اولا الفيفا ما حكمش اي حكم للزمالك من النادي بتاعنا. انا شفت العقد، والموضوع طلع من كام اسبوع كده، من اسبوعين، على يلا كوره، وان نادي الزمالك بيصرح ان في 85,000 دولار حق رعايه مظبوط والكلام مظبوط ده. مظبوط. انا متابع، يعني متابع ابراهيم التفاصيل الصغيره. انا رحت للنادي وكلمت مع الجنرال مانجر وقعدنا ووراني العقد،
العادل اللي ما بين بازل، العادل ما بين بازل ولوس انجلوس، ان بازل يتحمل اي شيء يجي بعد العقد ده من حق رعايه اي حاجه، ده بازل اللي بازل المنوط بيه. لوس انجلوس ملوش اي حاجه، وبدليل لحد هذه اللحظه اتحدى اي بني ادم يطلع قرار من الفيفا انه لوس انجلوس يدفع 85,000 دولار للنادي لنادي الزمالك. طبعا الكلام لو ده قرار النادي، الناس هنا محترم، لا 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 ما فيش كلام، ما اعرفش طلع منين من نادي الزمالك، ما اعرفش مين اللي مطلعه، لان ما فيش. انت ممكن يا ابراهيم تخش على الفيفا دلوقتي واي قرارات بتطلع بيتبان على الويب سايت، يبقى لو فما فيش القرار ده حاجه متاخد يبقى الزام قرار ضد بازل مش ضد لوس انجلوس، يعني ضد لو بازل. بازل ضد بازل. المتكلم، انا شفت العقد بنفسي، انا شفت العقد بنفسي، انا اطلعت شفت على العقد العقد بنفسي، بنفسك. الراجل وراني عقد. وفي تطورات العقد بس مش هنتكلم فيها دلوقتي يا ابراهيم، بس اوعدك نتكلم فيها، ما ده ما بين بخصوص عمر جابر، بخصوص عمر جابر بس تطورات لسه بمعنى ايه يا كابتن مش زكي؟ تطورات بمعنى ايه؟ انا كنتش عايز، مش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس لحد ما يعني بصراحه الناس هنا محترمه جدا، في نسبه مشاركه لعمر في العقد بتاعه، وبيساوي 200,000 دولار، والكلام ده المفروض من السنه اللي فاتت بيراميدز يدفعوها. النادي لحد هذه اللحظه ابراهيم، لحد النهارده والله بتكلم الراجل بقى، استنوا يا جماعه شويه، طب كلموا بيراميدز تاني وكده، مش عاوزهم يوصلوا لان دي هتبقى في حقي انا او في حق المصريين هنا او حق العرب، ان احنا ان نادي امريكي مش عايز انه يروح يشتكي نادي مصري مهما كان في طب دي الفيفا، نقطة فيا مهمة رب قوي. تخلص. دي نقطة مهمة. حضرتك بتقول انه في نسب انتقال من لوس انجلس لبيراميدز 200,000 دولار، دولت ليهم علاقة بالمشاركة بتوع عمر جابر مع بيراميدز، وبالتالي لازم بيراميدز بيراميدز يدفعهم للوس انجلس، وحضرتك بتتدخل علشان لوس انجلس لا يشتكي نادي مصري اللي هو بيراميدز في الفيفا. ده في الفيفا ده بقاله سنه دلوقتي، انا ماسك الناس هنا بقالهم سنه، يعني مش عايزهم اصبروا، هيدفعوا يا جماعه هيدفعوا اصبروا، هو تغيير الاداره ومش عارف ايه وكده، وعمال اتحجج لهم وان شاء الله، يعني هم باتصال مع ممدوح عيد واتصال مع بسيوني، فربنا يسهل والامور تخلص، مش عايزه توصل، لان الناس هنا بدات تقلق. انا قلت لهم يا جماعه هيدفعوا، انا على ضمانتي وهيدفعوا، الكلام ده بقى له ابراهيم اكتر من 8 شهور دلوقتي، 6 شهور في الحدود دي، فربنا يسهل وبيراميدز يدفع المبلغ، مش كبير، لا مش كبير بالنسبة فلو هم لبيراميدز، ده بيشتروا. هم بيتعاقدوا مع لعيبة بأرقام كبيرة جدا ما جدا، انا بقول، فأعتقد ما يعني انا دي بقول ده عشان ما ما انا تعرضوش مش عايزها لعقوبات توصل يعني كده بس. عشان المبلغ بالظبط كده، غير كده بيبقى شكلها وحش، يعني النادي لا بيشتري لعيبه بالملايين والكلام ده، ويجي على 200,000 دولار يروح المحكمه الرياضيه، فمش شكلها وحش، شكلها وحش حقنا كمصريين، صحيح صحيح فربنا يسهل وان شاء الله والامور تخلص. صحيح. ده بالنسبه لموضوع عمر كمان، يعني وحتى بيراميدز، يعني انا مش شايف ان ربنا وربنا وفقهم، انا مش شايف اي حاجه، بس انا شايف من وجهه نظري من ابراهيم من زمان اول ما بدات، ان لو في مشروع والكلام ده، لما بتبني مشروع ما بتبنيش مشروع على انت، لو انت عندك وقت اتكلم في الموضوع ده ما فيش اتفضل يا كابتن مشكله، ما اتفضل. اتفضل. يعني انك انت بتبني مشروع، انك انا شايف ان احمد فتحي، شريف، عبد الله السعيد، مش رمضان عارف ان صبحي، رمضان، انا دونجا، كان اتمنى ان رمضان، انا كان اتمنى، انا يعني احنا كلاعيبه مصريين، اللعيبه اللي هم المواهب الصغيره للسن الصغير اللي ممكن يعملوا حاجه، يتعلموا من صلاح للاسف الشديد، او النني او حجازي تريزيجيه، ما للاسف الشديد في مواهب في مصر ما اتعلمش. رمضان كنت اتمنى لو عايز يسيب النادي الاهلي، كموهبه موجوده هنا مقتنع بيه جدا جدا، وكان بيكون من اللعيبه اللي هم جامدين في اوروبا، أي كان يتمنى ان هو يا يقعد في النادي الاهلي، يسافر اوروبا. بيراميدز خليك معاه، ليه؟ بيراميدز ما فيش جمهور، ما فيش ضغط عصبي، كل ماتش في النادي الاهلي او نادي الزمالك بيتحاسب، كل باصه بتتحاسب عليه، الضغط العصبي ده اللي بيولد، ده اللي بيخلي الموهبه تكبر وتنمو، ده ممكن، او يروح اوروبا، ده لو اسوء المفروض يقعد في الاهلي، كل ماتش يتحاسب، لو راح بيراميدز ما فيش جماهيريه، ما فيش ضغط عصبي، ما فيش، هي الموضوع فلوس، ماشي، خدت فلوس النهارده، واجتمع ان محمد ابراهيم برضه هيروح بيراميدز، برضه محمد ابراهيم الراجل، انا افتكر سنه 2011 ابراهيم يقول لي ده كارلوس تافز، يعني هو كارلوس تافز بتاع الارجنتين، ده يقول لي ممكن يبقى كارلوس محمد ابراهيم، محمد ابراهيم دلوقتي هروح بيراميدز، سامع ان انا هروح بيراميدز برضه عشان الفلوس، برضه ما بيبقى يروح، لا في ضغط ويخسر ماتش، يكسب ماتش، ما فيش مشكله،
مش هيفيد مصر، مش هيفيد المنتخب، مش صحيح. هيفيد المنتخب بس طيب على ذكر معاهم فلوس وخلاص. ماشي، نفس اللي حصل شناوي، نفس اللي بيحصل شناوي. على ذكر المنتخب، حضرتك من وجهة نظرك شايف مين الحراس الثلاثة أو الأربعة اللي من وجهة نظرك يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر خلال التجمع الأول منذ عام اللي هو هيلاعب فيه توجو؟ مين الأربع حراس من وجهة نظر حضرتك؟ أنا بص، أنا أبراهيم لك الاثنين اللي جاهزين اللي بيلعبوا دلوقتي، الشناوي محمد الشناوي طبعا حقه، يعتبر أحسن حارس مصر موجود دلوقتي. أبو جابر بيلعب في الزمالك باستمرار، وعشانه بيلعبوا في أفريقيا، والاثنين بيلعبوا في أفريقيا، والاثنين دول. وكنت أتمنى الثالث يكون ولد صغير، ولد بتاع المنتخب الأولمبي، ياخد خبرات والكلام ده، لأن الثالث والرابع والكلام ده يعني فرصته مش هتبقى اكبر من، انما تلعب انت بتلعب ماتشين، فانا اخد الولد دوت الماتشين عندك جونين، لو واحد لا قدر الله حاجه الثاني موجود، اخد ولد صغير يديله الخبرات دي، المنتخب الاولمبي او ولد صغير فممكن يديله الخبرات دي، انما تاخد ثلاثه اربعه كبار وهو اللي تعرف لو معسكر شهر شهرين دوره اقول لك انما ده ماتشين، ماتشين في اسبوع، صحيح. ماتشين في اسبوع، اخد ولد الاثنين الكبار واخد ولد صغير اديله الخبرات دي، ده لو انا موجود يعني. وطبعا اللي انا شايف بس اجهز اتنين دلوقتي هو الشناوي الشناوي وابو وابو جبل. جبل، صحيح. طيب فرص مصر ازاي في المباراه، في المباراتين المقبلتين امام توجو؟ ده اخر سؤال. صعب يا ابراهيم، انا يعني ربنا يستر، ربنا يستر. دلوقتي لحد هذه اللحظه احنا ما لعبناش اي ماتشات وديه يا ابراهيم في فتره طويله، لحد اللحظه احنا دي من كابتن مارس اللي محمد فات من صلاح قبل نفسه الكورونا. ما اتمرنش مع منتخب مصر تحت القياده الفنيه الجديده للكابتن ما انا حسام بقول غالي. لك فتروح، فاحنا بس دعاء الوالدين ودعاء ال 100 مليون يعني، احنا طالبين من دعاء دعاء من الملعب. انا بستغرب الفتره دي، الفتره دي مهما كان يعني، بقول لك ابراهيم احنا عندنا دلوقتي ستة اساسيين مع المنتخبات ماشيين بيلعبوا وبنلعب، ولعبنا ماتش امبارح ستة اساسيين اقسم بالله، لاعبين بولد 2000 2004 15 سنه وينج ليفت 2004 من امبارح، ولد ادى كويس، ولد مستقبل كويس يعني، ايوه المكسب بتاعه بتكسب، بس انك انت انك انت ما تلعبش في الفيفا ديت بتاع شهر اكتوبر ده صعب. كان نفسي ماتش او اتنين حتى تشوف الفرقه شكلها ايه، تشوف صحيح. المعسكر، تحس احساس الفرقه. انا يعني ربنا يسر، ربنا يسر، بس ربنا يكرمنا بدعاء ال 100 مليون مصري، يا ربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن زكي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وسعيد جدا جدا بنلتقي بيك كل فتره، والنهارده كمان كان عندنا معلومات مهمه حضرتك اضفتها لنا. لا انا تحت امرك يا ابراهيم، وشرف لي اكون معك دايما ان شاء الله في بشكر اي وقت حضرتك يا ابراهيم شكرا ان جزيلا، شاء الله، بشكرك شكرا ننزل جزيلا. مصر ان شاء الله اكون ضيفك باذن الله. يا خبر نعم ابيض، ده يشرفنا يا كابتن، ده الف احنا سلام، مستنيينك على احر من الجمر. ده شرف، لا ده شرف لي يا ابراهيم، هتحب بالسلامه ما التوفيق تحرمش ان شاء معاك، الله، ما وخليك تحرمش يا حبيبي. بالتوفيق باذن بشكرك الله، مع شكرا السلامه. جزيلا كابتن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الاسبق، وايضا مدرب حراس مرمى فريق لوس انجلوس الامريكي. طب احنا اخذنا عناوين مهمه جدا جدا هلخصها لكم، انه عمر جابر ما فيش اي حاجه في عقده بتقول انه نادي الزمالك يبقى له اي حقوق، انما الحقوق كلها ترد الى بازل، لان العقد اللي ما بين بازل ولوس انجلوس يحق العقد اللي اطلع عليه كابتن زكي عبد الفتاح. ووفقا لروايته اللي على الهواء مباشره قال انه اطلع على العقد، والعقد بيقول انه بازل يتحمل اي حاجه تنجم عن او تترتب على هذا التعاقد اللي ما بين بازل وما بين لوس انجلوس، وقال انه ما فيش قرار من الفيفا، ما شفتش قرار من الفيفا ضد لوس انجلوس. واتكلم في نقطه مهمه جدا، قال انه في 200 الف دولار لازم بيراميدز يدفعوها نسب مشاركه عمر جابر، والا هيكون في حكم ضدهم، اول الناس هتحرك دعوه ضدهم في الفيفا، وان هو الراجل وقف حائلا طوال مده سنه كامله علشان خاطر ده ما يتعملش، عشان هو شايف انه ده ما ينفعش يحصل مع نادي مصري، وبيستعيب كمان على انه احنا كمصريين تتخذ عننا الفكره دي، فطالب الناس، وما كانش عايز يتكلم في الموضوع ده، لكن علشان بس انا بطبيعه الفضول الاعلامي بس ببقى دايما عايز اعرف، وكويس انه قاله، وكويس انه رساله توصل للبيراميدز، وكويس ان شاء الله باذن الله ان هم يتحركوا سريعا علشان يدفعوا الفلوس، ده في المصلحه العامه في النهايه، لانه 200 الف دولار لن يضلعوا على الاطلاق بيراميدز في اي شيء، بدل ما يبقى ضدهم في وقت من الاوقات اي قضيه من القضايا. والراجل كمان اتكلم على الحراس، قال لك انا شايف ان محمد الشناوي وابو جبل هم اللي يبقوا موجودين، يبقى في حارس ثالث يكون موجود. ده اجمالا كده، اجمالا اللي قاله الكابتن زكي عبد الفتاح فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني، ما يتعلق كمان بعمر جابر، ما يتعلق برؤيته للمدربين سواء موسيماني او باتشيكو.